هلأ يا بنات خليني أقولكم عن قصة ليلى والذئب. مرحبا، أنا ليلى واليوم بدي أروح عبيت ستي أوصل لها كل الأشياء الزاكية اللي بسلتي اللي أعطتني إياها ماما. ماما حكت لي بالطريق أدير بالي وما أحكي مع أي حدا ما بعرفه، فهلأ أنا رايحة لبيت ستي. مرحبا. مرحبا. أنا اسمي ذئب. أنت شو اسمك؟ أنا ليلى. كيف حالك ليلى؟ أنت وين رايحة؟ أنا رايحة أودي هدول الأشياء الزاكية اللي موجودة بسلتي لبيت ستي. طب أفرجيكي طريق مختصر لبيت ستك؟ لا شكراً، ماما حكت لي ما بيصير أحكي مع ناس ما بعرفهم ولا أروح معاهم أي محل. شكراً. زي ما بدك، مع السلامة. لساتك رايحة بيت ستك؟ قربت اوصل. طب افرجيكي طريق مختصر تاني؟ لا شكرا يا ذئب، ما المفروض احكي مع ناس ما بعرفهم. زي ما بدك. لا 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 لا. مرحبا يا ستي، كيفك؟ الحمد لله يا ليلى، أنا كويسة. جبت لك أشياء زاكية بهاي السلة عشان تاكليها. يسلم ايديك يا حبيبتي. أوه ستي، ما أكبر عينيكي. عشان أشوفك يا ليلى. أوه ستي، ما أكبر دينيكي. عشان أسمعك يا ليلى. أوه ستي، أوه ما أكبر أسنانك. عشان أكلك يا ليلى. أنتي مش ستي، أنتي الذئب. أنا الذئب، وين ستي؟ أنا أكلتها. لا، تعال هون. وين ستي؟ طلع ستي. ستي حبيبتي، ليلى أنقذتيني. ستي حبيبتي، حيني أنقذتك وقتلنا الذئب السيء. كل شي تمام وفي عنا أشياء زاكية، يلا خلينا نقعد ناكل الأشياء الزاكية. مرحبا يا أصحابي، ما تنسوا تكبسوا لايك وسبسكرايب، اضغطوا على الصورة عشان تحضروا الفيديو الجاي.